تعالوا بقى نروح لبطل، بسام ابو جبل بطل الفروسية. طب انا مش عارف بطل الفروسية نقول له ايه. يا كابتن بسام ازيك؟ استاذ يوسف مساء الخير يا فندم. عامل ايه؟ ايه الاخبار يا فندم طول ما مصر بخير يبقى كلنا بخير. يا رب كلنا دايما بخير. الله إيه, يحفظك. إيه, ايه اخترت الفروسية ليه؟ والله يا فندم انا اخترت الفروسية لان هو تحدي ما حصلش قبل كده، صح. وكنت عايز اعمل حاجة ما حصلتش قبل كده، ها علشان تبقى مصر كلها وتبقى للعالم كله ان احنا في الريادة، لان دي مكانة مصر، مكانة مصر ان احنا نبقى رقم واحد. عندك فده حق. كان هدف من اهدافي. كان المشوار صعب مش كده؟ والله يا استاذ يوسف انا عايز اقول لحضرتك هو مش صعب، كلمة صعبة دي قليلة، ان هو كان مستحيل. تقييم كل الناس الخبراء في المجال قالوا ان مفيش شخص ذوي اعاقة عنده بتر في الساقين شورت ليج، يعني تقريبا مفيش اطراف سفلية ينفع يركب خيل، والموضوع ده مش على مستوى مصر، على مستوى العالم. وبالتالي كان شيء مستحيل، ما يعني محدش يقدر يفكر فيه ولا حد يستوعبه ولا حد يوافق عليه. فاحنا بفضل الله ربنا قدرنا وعملنا المستحيل، وانا بتكلم بصوت الجمع لان احنا فريق عمل متكامل، بداية من الفرس والسياس اللي معانا، وطبعا على رأس الفريق كابتن حاتم طه المدرب بتاعي اللي امن بقدرتي كشخص ذوي اعاقة، شكرا. وعندي الحافز وعندي الامل ان انا اقدر اعمل كده. وبالفعل هو سخر لي كل امكانيات الاكاديميه ان انا اقدر اعمل كده، وبفضل الله عملنا كده. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يعني في يكرمك. الحالات دي بقى كده نقول يا جبل ما يهزك ريح، تبقى كده إيه جاية بالظبط، صح ولا إيه؟ والله يا فندم يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس هو من فضل ربنا احنا عملنا بالفعل حاجه، يعني بفضل الله انا اول واحد في العالم ما شاء يركب الله. خيل وينط حواجز ما حصلتش في التاريخ الحديث للبشريه. دي اول مره تحصل ان شخص ذوي اعاقه عنده بتر في الطرفين سفليين يركب فرسه وينط بيها حواجز. احنا بفضل وصلنا ان احنا بننط قرص كامل فيه كمان اكسرات. ما هو كده الواحد يقدر يفهم بجد والله ليه الريس أطلق هذا الاسم قادرون، باختلاف تمام يا بس فندم تمام. قادرون فعلا. يعني أول واحد في تاريخ الإنسانية نسمع عنه يقدر إنه هو يبقى بطل في الفروسية بالرغم من كل ده، صح؟ مظبوط يا فندم. الله أكبر عليك كابتن ربنا بسام. يسلمك. أنا حبيت إن احنا نسمع صوتك، وحبيت ان احنا اعتبره كده كأنه يبقى ده الهاشتاج اللي هيبقى مرتبط بيك طول العمر بإذن الله. يا جبل ما يهزك ريح. لو في وقت ان انا بس محتاج بس اوصل رسالتين، بدل الوقت وقتين. ربنا يبارك فيما عليك يا فندم. ربنا اول يخليك. رساله انا عايز اقول لحضرتك يعني الانجاز ده بفضل الله، يعني خد مجهود كبير جدا وتحدي كبير جدا علشان نوصل للمستوى اللي بفضل الله وصلنا له. واحنا النهارده بفضل الله احنا كنا الايقونه بتاعه قدرون باختلاف النسخه الرابعه. عايزك توصل رساله الريس ان انا نفسي اشوفه ونفسي اتكلم معاه. يا باشا احنا على الهوا يا باشا، كل حاجة وصلت. ما تقلقش. شوف يا بسام، ربنا اتفضل. سبحانه وتعالى والله بكلمك بأمانة اتفضل. ادالنا رئيس جمهورية يتابع دبة النملة اللي بتحصل في مصر ويعلم كل شيء حقيقي، يعلمه ويتحرك فيه دائما بمنتهى الإيجابية. ده واحد، وده بالمناسبة بالتجربة. اتنين، احنا في مصر مش احنا عندنا، انت كام سنة دلوقتي يا بسام؟ أنا 38 سنة. حلو قوي، يعني فرق ما بيننا مثلا يجي 10 سنين كده، بس ما تركزش مع الفرق قوي عشان انا عارف ان انا عجزت يا عم لا بسام. يا فندم حاجة كبير لا معايا. يا سيدي، ده انت اللي كبير وعظيم والله. كل تأخيره وفيها ايه؟ وفيها خير. يعني انت واثق في ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ طبعا طبعا يبقى ربنا مأخر الحاجه ومدبر الاحسن ولا لا؟ طبعا طبعا. اتقل يا كابتن بسام، ده التقل صنعة، صح؟ كلام حضرتك كله مظبوط، بس حضرتك لما بتروح البيت وبتبقى عامل حاجه كويسه بتبقى عايز توريها لوالدك وتقول له يا بابا انا عملت كذا، انا يعني تشوف ايوه الفرحه في عينيه. ايوه انا في معاك بالنسبه لك بمثابه حاجه معاك يا سيدي، احسن ليك من اللي انت عملته. فانا كنت اتمنى اشوف الفرحه في عينين الريس على اللي احنا عملناه. يعني عايز اقول له يا ريس احنا اولادك واحنا وراك، واحنا بفضل الله قدرنا نعمل حاجه ولعل، بدون اي دعم من الدوله. لا يا حبيبي انا فاهم، ولعل انه ربنا مأخر الاحسن، ويجوز انه تلاقي الريس بيطلب مقابلتك وانكم تتقابلوا، يعني مين عارف. والله يا فندم ده صبرا حلم صبرا بالنسبه لي. صبرا يا رجل يا رائع يا جميل، ما ربنا يبارك تستعجلش. فيك.
حبيبي يا بسام، انا اشكرك وربنا يوفقك، وصوتك واصل ورسالتك واصله. لا يا سيدي، ده على راسي، على راسي يا بسام، على راسي والله. واتشرف دايما دايما، احنا نتشرف دايما ان احنا نبقى صوت كل الناس ونوصل اصوات كل الناس دايما. يعني اشكرك جدا كابتن بسام ابو جبل، بطل الفروسيه، بل هو اول الفرسان من القادرون باختلاف، ويحصد هذه البطولات ويوصل لهذه المكانة، ومش أولهم في مصر ولكن أولهم في الدنيا. وبإذن الله ربنا يمد في عمره ويحقق إنجازات أكبر وأكبر، وتحقق كل تتمناه يا عم بسام.